كمل معكم مشاهدينا لنحكي رياضة. اليوم بدي أرجع كمل يلي بلشت فيه نهار التنين وبدي أحكي عن الروتيتر كاف. روتيتر كاف يلي بعد شوية رح نشوف صور لها العضلة اللي هي ستابلايزر مصل، شغلتها تثبت القسم الأعلى من الزنت بالكتف، عضلة داخلية موجودة بالقسم الخلفي من أعلى الكتف، عضلة مهمة جدا. اليوم للناس اللي كتير بحسوا بأوجاع بدي أحكي عن شغلتين، بدي أحكي عن إصابة وبدي أحكي عن ضعف بالعضلات. لما يكون في إصابة مدرب برجع بقلكم مش طبيب، لازم تستشيروا طبيب، تخضعوا لأشعة، تشوفوا شو هي نوعية الإصابة وكيفية علاجها. البعض بالرابتشرز اللي بيصيروا بهيك عضلات أو بهيك تندنز بكون بدهم عملية جراحية، ولكن اليوم في حال كان في ضعف بهالعضلة كيف ممكن نقويها؟ أنا وياكم رح نشتغل على هذا الموضوع هلأ. إذا في أكتر شيء كمان تنشن بالعضلة كيف نشيل التنشن، إذا بدكم تايتنس بالعضلة بعضلة روتيتر كاف يلي اند فيوتشر معقولة تسبب لكم مشكلة كمان بالكتف. هلأ يلي اليوم بفكر إنه إذا عنده عضلة ضعيفة بالروتيتر كاف وبده يشتغل مجرد حركات لا الكتاف رح تقوى الروتيتر كاف، منه مزبوط، لازم يكون في سبيسيفيك اكسرسايزز للروتيتر كاف. رح بلش بطريقه كتير اكيد سمبل، ستريتش من هون وباخد نفس عميق وبفضي، بنتقل لتاني ايد عم بستعرض حركتين كيف ممكن نعمل ستريتش لهالعضله. لما اقول ستابلايزر هي مثل اذا بدكم مثل ستراب، مثل التلزيقه هيك جايه أعلى زند العظمة سوكت تبع الكتف، هي من الميلة الخلفية بتجي هيك وبتثبت الكتف. للناس يلي بحسوا فيه لوسنس بالكتف بكون لازم يكونوا يقووا هالعضلة. لنشيل التنشن كمان عن هالعضلة بروح لهون بشتغل برخي إيدي، هيدي الحركة اسمها بندلم، برخي إيدي للآخر للآخر وبعمل سيركلرز أو سيركلز عفوا على التقل تبع ايدي. اذا حسيت بطريقه دائريه شمال ويمين، واذا حسيت بعد بدي شيء يكون عم بيعمل ستريتشنج لتحت ممكن احط بايدي وزن صغير من هون وقوم بهذا الموضوع بنفس الطريقه على مهل. تاني ايد نفس الشيء من هون، برخي برجع ايدي برخيها، بحس انه مثل صار في مغط شوي بمنطقه الكتف، بشتغل هون عم بحكي للكتف ان جنرال، بعمل بندلم اسمها الحركه. هلا برجع للاساسيات لاول روتيتر كاف اللي هن سبيسيفيك اكسرسايزز. واذا عندكم تمرينه كتاف مثلا لليوم وبدكم تعملوا حركتين لتقوى الروتيتر كاف، بتمنى عليكم تعملوا هالحركتين بالاخر، ما تبلشوا تقوى الروتيتر كاف ماينر ماسلز كرمال ما يتعبوا وما تقدروا تكملوا التمرين تبعيتكم بطريقه مضبوطه. لاجي لكور الحركه رح اعمل شيء اسمه انترنال روتيشن واكسترنال روتيشن. من هون بتقوى الريزيستانس قد ما بدكم بالرابر باند. اهم شغله بالحركه انا وعم بعمل الحركه انه كوعي يكون مثبت بجسمي. إذا كوعي بكون عم بشتغل عليه من هون ما بكون أنا عم باخد الإفادة اللي بدي إياها، مشان هيك من هون قد ما فيي بقرب كوعي. اثنين، هون عم بحكي internal rotation، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بدي انتقل لتاني إيد لأعمل external rotation. في حال ما عم تقدروا كنتوا ثبتوا الكوع بالجسم فيكم بكل بساطة تحطوا كتاب أو منشفة وتضغطوا شوي بالكوع لهون، من هون لبرا، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. برجع بنتقل بتاني إيد، يعني بغير مرة بعمل internal باليمين external بالشمال وبرجع بعكس الامر كرمال اشتغل بتاني طريقه. رح بلش انا ارجع بايد اليمين. يلي بدي اقوله كمان اليوم لانه نحن بشهر رمضان المبارك بدنا نحكي شوي عن كيف فينا نعمل، لارجع بالحركه من هون اعمل external، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة.
برجع بتاني ايد لجوا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. بكون بكل ايد بدرجة 90 درجة عملت internal rotation و external rotation. هدول حركات مهمين او من اهم حركات. اكتر بدي اقوله بشهر رمضان الفضيل، في كتير من الناس وبعرف حدا من اصحابي بوجه تحية مثلا لوسام صفطي رفيقي اللي بيتمرن عادي وبكون صايم برمضان، بيفطر بينطر ساعتين او ثلاثة بروح على نادي بيفتح بالليل وبيتمرن. في كتير من الناس ما بيقدروا يعملوا هذا الشيء. يلي بدي اقوله انا ثلاث اشياء ممكن نشتغل عليها. بدنا نطلع على اللايف مشاهدينا وبنرجع نحكي كمان بموضوع بعدين.